تحية طيبة أحبتي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج أنت المسعف، حياكم الله. رغم المتعة والإثارة اللي تقدمها مباريات كرة القدم، تبقى الخطورة حاضرة وقريبة من نجوم اللعبة الأكثر جماهيرية. الكسور من الإصابات اللي تصيب اللاعبين، وهي الضريبة القاسية اللي يدفعها نجوم الساحرة المستديرة، وبعضها أنهت مسيرة لاعبين وحرمت أنديتهم من جهودهم لفترة طويلة. لا تحدث الكسور في ملاعب كرة القدم فقط، فهي من الإصابات الشائعة بحياتنا. لذلك موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول تقديم الإسعافات الأولية لمصابي الكسور. خلينا نتابع آلية تقديم الإسعافات الأولية للمصاب بكسر معين مع فريق أكاديمية الكفيل. ان شاء الله ماكو شيء، ان شاء الله ماكو شيء. سلامات، ما بيها شيء، لا تخاف بطل. محمد عاشت ايدك يا بطل. عليك. أعزائي المشاهدين، كنا مشهد تمثيلي حول الإصابات اللي تحدث باللعبات. هاي الإصابات لما نصير عادة نصير بالمكانات الغير مخصصة للعب، يا أما تكون على شارع أو أرضية غير أرضية التارتان، أو تصير نتيجة اشتباك اللاعبين. فحتى نتغاضى من هاي الإصابات ونتجنبها نحتاج أرضية مناسبة، نحتاج أدوات السلامة اللي هي الكسارات حتى نتجنب هاي الإصابات. في حال حدوث هاي الإصابات التعامل وياها راح يكون جدا بسيط، يا أما يكون عن طريق الأدوات الاحترافية اللي تشمل جبيرة سام، بعد تجهيزها وترتيبها بالشكل المناسب نقدر نستخدمها كأداة قوية لتثبيت الكسور بواسطة يا أما الرباط المثلث اللي هو هذا يكون شكله، يا أما عن طريق تثبيتها بقطع البانديج. هاي الأدوات الاحترافية لو كانت موجودة، أما في حال عدم وجود هاي الأدوات الاحترافية نقدر نستخدم البدائل اللي هي عادة شائعة بكل مكان، مثلا قطعة خشب نقدر نستخدمها، أو أي مادة قوية نقدر نثبت بها الطرف المصاب واللي عادة ما يكون بالساق. لما نثبت الطرف المصاب اللي هو الساق بقطعة خشب نحتاج إلى باندج لتثبيتها، ونحاول قدر الإمكان نثبتها فوق المفصل اللي هو فوق الركبة حتى نقدر نضمن ضمان عدم تحركة الطرف المصاب. وبهاي الإصابة أحاول قدر الإمكان أتجنب تحريك المصاب حتى ما أحاول أزيد من الألم وأزيد من شدة الإصابة. الإصابات اللي تصير يا أما رضوض يا أما فطر يا أما كسر، من أتعامل مع الحالة لأن ما أقدر أشخص تشخيص دقيق، أتعامل مع أسوأ الحالات اللي هي حالات الكسور، فراح أتعامل مع هاي الإصابات وكأنما كسر عن طريق تثبيت الطرف المصاب، الأدوات أما الاحترافية وأما البديلة، وقدر الإمكان لما أربط البانديج أو الأدوات البديلة أحاول ما أربط بالشكل القوي بحيث أقطع النزف، عفوا أقطع الدم للوصول إلى باقي
الطرف، شلون اتاكد من انه الدم يقدر يوصل الى باقي الطرف؟ من خلال ادخال اصبع او اصبعين بين الاداه اللي اربط بها، كان تكون بانديج او تكون الادوات البديله مثل الرباط المثلث، وبين الطرف المصاب. اذا دخل عندي اصبع او اصبعين راح اضمن بين وصول الدم لباقي الطرف. بهاي الحاله نقدر نامن سلامتكم ونحافظ على اللاعبين الاعزاء. مشاهدينا، هذه انتقاله للطبيب المختص حتى يحدثنا عن نصائح هامه وضروريه للتعامل مع حالات الكسور واصابات العظام. اليوم سنتحدث عن الرضوض والكسور بصوره عامه، وسنتحدث عن امور شائعه فيها شيء من الخطا لدى الناس حتى يتم تصحيح هذا الموضوع. بالنسبه لتعريف الكسر، الكسر هو تفرق اتصال في العظم الواحد، في امتداد العظم الواحد. قد يكون هذا الكسر كسر شعري أو كسر كامل العظم أو كسر مفتت بالعظم. من الأخطاء الشائعة أن الناس تسأل أن الكسر الشعري هو عموما يعتبر أو عند العوام أنه هو كسر غير خطير، لا يحتاج إلى تعامل كمعاملة الكسر. الكسر هو الكسر، إن كان كسر شعري أو خطي أو كسر كامل العظم أو كسر مفتت، يجب التعامل معه بجدية. ما هو الشيء الذي يجعلنا نشك أن هذا مكان الإصابة فيه مشكلة؟ قد تكون كسر عند حدوث أي رض في الجسم، إن كان اليدين أو الساقين، حدوث التورم، عدم القدرة على استخدام الطرف، والألم الشديد، وعدم القدرة على الوقوف على مكان الرض إن كان في الساقين، هذا دليل على وجود مشكلة قد تكون كسر. عند حدوث أي رض والشخص يقدر إلى درجة ما استخدام هذا الطرف حتى مع وجود الألم، نوعا ما يستبعد وجود الكسر، ومع ملاحظة أن هذا الشيء يجب أن يقرر من قبل الطبيب، ولكن لإطمئنان الأهل في مكان حدوث الرض وقبل الوصول إلى الطبيب، هذه الرؤية يعني تخفف من الخوف أنه الطرف مكسور أو لا. بداية قبل وصول المصاب إلى الطوارئ أو إلى الطبيب عند حدوث أي رض وشك أن هناك كسر، يجب تثبيت هذا المكان، بحيث يجب أن يثبت المفصل الذي هو بعد مكان الرض مع المفصل الذي هو قبل مكان الرض. تثبيته يكون بأي أداة متوفرة في المنزل، مخدات، كارتون، قطعة خشبية، بتثبيت المفصل ما قبل الرض والمفصل ما بعد الرض لمكان الإصابة، ومن ثم رفع المصاب من الأطراف الأخرى التي هي ليست بها إصابة وإيصاله إلى الطبيب أو إلى الطوارئ. كذلك من الأخطاء الشائعة التي تحدث بأي رض قبل الوصول إلى الطبيب، أولا تدفئة مكان الرض وهذا خطأ، ثانيا دلك أو فرك مكان الرض بمرهم، بماء ساخن، بأي شيء آخر، وكذلك هذا خطأ مما يؤدي إلى تورم وتمزق بالأوعية الدقيقة في مكان الرض وزيادة في الألم، وهذا قد يوهم أكثر بوجود إصابة خطيرة وهي قد لا تكون موجودة. العمل الصحيح يكون من خلال تبريد مكان الرض بالماء البارد أو الثلج على مكان الرض من دون أن نحدث أي أذية بالتبريد على مكان الإصابة. هكذا نخفف من الألم، نخفف من التورم، ريثما نصل إلى الطبيب المناسب. عند الوصول إلى الطوارئ يقوم الطبيب مع الكادر الطبي بفحص المريض، تحديد شدة الإصابة وطلب الأشعة المناسبة لهذه الإصابة. عند وجود الكسر بالإصابة يحدد هل الكسر هذا بحاجة إلى
شد وإعادة الكسر إلى مكانه، أو يكفي فقط تثبيته بالجبس، أو يحتاج إلى إحالة إلى طبيب الكسور وإجراء عمل جراحي. طبعا دائما تثبيت مكان الكسر ضروري بكل الأحوال إلى أن يتم البت من خلال الطبيب في الطوارئ بهذا الموضوع، وربما يستشير طبيب الكسور. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أنت المسعف. أتمنى لكم الصحة والسلامة، في أمان الله.